السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. أولاً كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ويا رب يجعله شهر خير علينا ونقرب من ربنا فيه، وإن شاء الله إن شاء الله قبل ما نطلع من رمضان ونخش العيد تكون كل حاجة رجعت لأصلها يا رب. نتمنى من الله وربنا يحمي العالم كله. وما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، تفعل زرار الجرس، والناس اللي بتتكلم على المسابقة ما توزعتش ليه؟ احنا من البداية قايلين ان في رقم معين نوصله عشان المسابقة تشتغل، فشد حيلكم وهانت ان شاء الله، وممكن يكون في العيد ان شاء الله تبقى حاجة حلوة ان تجيلك الموبايل ده في العيد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. الاول بس مش عاوزكم تاخدوا على صوتي يعني، لان انا التراب ده بيعمل لي حساسية، فتحسوا ان في ضفدعة في زوري كده يعني، فتركزوش معايا، ركزوا مع الكلام. النهاردة هنتكلم عن جهاز اول ما نزل التسعير بتاعه في المؤتمر او في الاونلاين شو، او الطريقة اللي اتعرض بيها الموبايل، الناس عملت مشاكل والدنيا اتقلبت قلبة سودة على التسعير. هنتكلم النهاردة عن الموبايل، هنتكلم عن التسعير، هنتكلم عن كل حاجة. بس خلونا في البداية نوضح حاجة. شركة ريلمي، وده مش دفاعا عن الشركة، انتوا شايفينها غالية، وانا شايف ان النسخة الصغيرة من الريلمي 6 دي غالية، ولكن خليني اقول لك حاجه. هو عمل حاجه اسمها شيفت او استبدال للموبايلات. هو كان عنده الاول فئه السي، وبعدين كان عنده فئه ال3 مثلا برو، ال3 العادي وال3 برو، بينزل 3 موبايلات في السنه. السنه دي عكس الموضوع ونزل 4 موبايلات، اللي هو السي 3 وال6 اي وال6 وال6 برو. طيب هو حب يعمل شيفت، يبدل كل واحد لحد ما يلغي الاكس تي، يعني خلى السي 3 مكان السي 2 عادي، ال6 اي مكان ال6 العادي، ال6 هو نزله مكان ال5 برو، وال6 برو هو نزله مكان الاكس تي، علشان يظبط الدنيا على كده. ويمكن لو بصيتوا في الاسعار هتلاقوها متقاربه على الوضع اللي بحكي لكم عليه عن اللي نزل بيه التليفونات السنه اللي فاتت. ولكن برضو هو غلطان، فان من المفترض ان الريلمي 6 النسخه الصغيره كانت تبقى تحت ال 4000 جنيه، وانا مقتنع معاكم بده. ولكن خلينا نشوف بقى هل الجهاز يستاهل السعر المطلوب فيه، او سعر زياده عن الطبيعي، او سعر اقل. مش دي الازمه، خلونا نتكلم عن الجهاز بقى كموبايل. وطبعا بشكركم على ان انتوا قلتوا لي ان عجبكم موضوع التصوير بكاميرتين ومكملين الفيديو ده، برضو احب اسمع اراء. اول حاجه هنتكلم عنها في الموبايل هي شكل الموبايل. فلو بصيت لشكل الموبايل هتحس ان الموبايل بقت خاماته افضل شويه، الخامه مديه على خامه ازاز كده يعني. لو بصيت في التطليعات اللي موجوده وشكل الزوم اللي موجود في ورا في ظهر الجهاز مع انعكاسات الاضاءه اللي في الجهاز، ده اللي انا بقصده. بصوا انعكاسات الاضاءه هنا مع العلامات دي، شكل الظهر رغم ان هو من البلاستيك، ولكن هتلاقي شكل الجهاز مختلف شويتين، يعني تحس ان شكل الجهاز بقى افضل شويه. بالاضافه لان الجهاز ريلمي 5 اول ما نزل السنه اللي فاتت كنت متضايق جدا من الوزن ومسكة الجهاز والحجم بتاع الجهاز، المرة دي حجم الجهاز تحسه مناسب جدا لإيدك أو مناسب لاستخدامك. هتلاقي إن شكل الجهاز من الحاجات الكويسة فيه، بالإضافة برضو لحاجة جت جديدة اللي هو الترند اللي ماشي، أو البانش هول أو الخرم أو اللي في الشاشة، هتسميه زي ما هتسميه. اللي أنا لاحظته بس في التصميم بالنسبة لي إن البيزلز هنا في الجزء اللي تحت هتحسها عالية شوية، يعني لو بصيت هتلاقي الجزء ده البزل تخينه سنه، مش زي الريلمي 5 او اللي سبقه قبل كده، ولكن في المجمل هتحسها تخينه شويتين. يعني في اجهزه الحافه اللي تحت دي بتبقى ارفع شويه، لكن التصميم، قوه التصميم هنا في ظهر التصميم. هتلاقي الجهاز رغم ان هو بولي كاربونت، لكن لما تعمل له انعكاسات مع الاضاءه كده يديك احساس ازاز شويه. يعني شكل الجهاز بصراحه من ظهره كويس قوي، وبرده الشاشه في التوتال هنا كويسه. لما تبص على الشاشه كتوتال هتلاقي حجم الشاشه كويس مع ماسكه مريحه للجهاز، مع البانش هول عامله شغل. في ناس بتفضل ان البانش هول دي كانت تبقى في النص هنا، او تبقى موجوده في الجزء اللي في النص زي ما شايفين في ترندات موجوده في سامسونج او في شاومي او في موديلات ثانيه. وفي ناس بتفضل ان برده حتى هتلاقي شاومي نفسها وسامسونج عامله في بعض الموديلات عندها ان الترند بقى ان البانش هول يبقى على الجنب. الجهاز كله مصنوع من البولي كاربونت والفريم من البلاستيك، ولكن شكل الجهاز بصراحة يعني شكله مقيم. شكل الكاميرات مش جديد قوي، اللي هو نفس الشكل بتاع ريلمي اللي شفناه في الريلمي اكس 2 برو، جاي في النص وفي
وفي الريلمي 5 وفي الريلمي 3 برو يعني مفيش تغيير في حته الكاميرات قوي كشكل. الابداع هنا مش في التصميم الشكلي بتاع الجهاز من ناحيه تغيير شكل التصميم، ولكن تغيير انطباعات الخامات. يعني تبص شكل الجهاز تحس ان الانعكاسات بتاعته محترمه، شكلها عجباني بصراحه. يعني عندنا البصمه الجانبيه، لو بصينا البصمه الجانبيه اللي هي بقى ترند في موبايلات كتير قوي، وشكلها برده مقبول، ده جايه مدفونه لجوه وبتشتغل كزرار وكبصمه. الحته دي ليه انا بوضحها؟ لان في ناس كتير قوي يقول لك انا مش عاوز كل مصباعي يلمس الجهاز يشتغل كبصمه. هنا عشان كده بقول لك ان الزرار الجانبي او البصمه الجانبيه، في ناس صباعه كل ما يجي على الجهاز الجهاز بيشتغل، فبقول لك دي تقدر تعملها زرار عادي خالص. لو جيت هنا دوست بحرف ايدك كده الجهاز ما فتحش، لو مجرد ما لمست مكان البصمه بتفتح. طب لو انا جيت من بره كده اهو وعملت لمسه واحده هتفتح، لو فتحت الزرار بس بحرف صباعي بيشتغل. فانت هنا تقدر تتعامل معاها على انها بصمه، وتقدر تتعامل معاها على انها زرار عادي في الجهاز. فخلينا نقول في المجمل تصميم الجهاز شكله كويس قوي، تصميمه كويس مع الفئه السعريه بتاعته اللي هي 4000 جنيه. الاجهزه اللي بتيجي في الفئه دي هو غالبا في كتير منها بيبقى بولي كاربونات وفي ازاز، ودي بترجع للشخص اللي بيستعمله حسب تفضيلك انت. لكن التصميم كشكل انا اقدر اقول لك ان التصميم بتاعه شكله كويس قوي، وشكل الجهاز ما اختلفش كتير، انه يقدم حاجه جديده في التصميم، ولكن خامات التصميم مدياك انطباع ان الجهاز افضل من الموديلات اللي سبقته من شركه ريلمي، وفي نفس الوقت تحس ان في يعني اضافه كده في شكليه في الجهاز، بالاضافه للشاشه اللي هي زي ما قلنا 6.5 بوصه اي بي اس ال سي دي فول اتش دي بلس، وجايه بكثافه بكسلات 405 بكسل في البوصه الواحده. الشاشه الوانها كويسه قوي، دي السيمز العاديه بتاعه الجهاز، ولكن مديه الوان شكلها كويس قوي، او الوان الجهاز هنا واضحه وشغاله معاك، شغاله كويس. بالاضافه لان ال 90 هرتز برضه في الشاشه عامله شغل. وكمان لو انت من هواه انك بتحب تتفرج على فيديو على الموبايل، الشاشه هتلاقيها كويسه جدا، الوانها هتلاقيها مقبوله. يعني ده فيديو شغال اهو، الوان الشاشه مقبوله، حجم الشاشه كويس في ماسكه الجهاز في ايدك لو انت بتتفرج على فيديو او حاجه، هتلاقي حجم الجهاز بالنسبه لك مناسب جدا، مش هيبقى مضايقك في ايدك. الوان الشاشه كويسه، هي فول اتش دي 450 نتس في البوصه الواحده، او كثافه شمع الاضاءه في البوصه الواحده 450 نتس، فبصراحه الجهاز هيبقى كويس بالنسبه لك. بالاضافه كمان بقى لو بصينا للجزء اللي تحت في الجهاز هنلاقي هنا مدخل السماعات ومدخل الشحن التايب سي، وده صوت السماعه اللي برضه هتسمع منه صوت السبيكر، يعني الصوت قوي جدا ومجسم رغم ان هو طبعا مش دولبي ولا اي حاجه. وهتلاقي زي ما قلنا مدخل الثلاثة ونص عشان هما هنا برضو محافظين عليه، ومعظم الفئة المتوسطة بتحافظ على مدخل الثلاثة ونص. واخيرا ده مدخل التايب سي، وشحن الجهاز هنا جاي 30 واط، بيشحن البطارية اللي هي 4300 ملي امبير، بيتشحن تقريبا حوالي في ساعة لخمس دقايق لحد ساعة تقريبا بتكون شحنت الجهاز كامل وبتقدر تستخدمه. طبعا مع حجم البطاريه اللي هو 4300 انك تشحن البطاريه في ساعه. فطبعا احنا كان عندنا في ريلمي 5 ما كانش فيه شحن سريع، وكان الجهاز البطاريه بتاخد وقت كبير جدا، والناس كانت بتشتكي من الجزء ده. فهنا حلو جدا ان معاك بطاريه 4300 ملي امبير وبتتشحن معاك في ساعه، فاللي هو انت دلوقتي لو من الناس وقت الجيمز او الفرجه على الافلام او ناس بتستهلك البطاريه بسرعه، هيكون موضوع الشحن ده بالنسبه لك حاجه كويسه، ودي ميزه في الجهاز. نتكلم بقى عن الجزئيه اللي بتهم الناس كلها وهي كاميرات الجهاز. خليني اقول لك ان الكاميرات هنا هي تقريبا كاميرا الاكس تي، يعني تقريبا انت بتتعامل بالكاميرا اللي كانت نازله في اعلى جهاز من الشركه نزل مصر السنه اللي فاتت. الجهاز هنا جاي باربع كاميرات، عندك الكاميرا الاساسيه هنا 64 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 1.8، والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل وفتحه العدسه فيها 2.3، والكاميرا الثالثه 2 ميجا بكسل ودي عدسه ماكرو علشان تصوير الحاجات اللي مسافتها تقريبا بتبقى لحد 4 سم كده، بتصور الحاجه تديك التفاصيل الداخليه بتاعه الشيء اللي بتصوره. والعدسه الاخيره 2 ميجا بكسل برضو، ودي علشان ابعاد العزل او الديب سنسور. اما الكاميرا السيلفي هنا فجايه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.0، ودي بتصور فول اتش دي 30 فريم في الثانيه. تصوير الفيديو العادي في الجهاز بيصور 4K 30 فريم في الثانيه، وفول اتش دي 120 فريم في الثانيه،
وفي EIS او مثبت الكتروني في تصوير الفيديو في الجهاز. كاميرات الجهاز في المجمل هتديك اداء كويس جدا، هتحس ان انت بتصور زي ما قلنا بكاميرا الاكس تي، وهتديك تفاصيل كويسة ومش هتعمل معاك مشكلة في اضاءة الليل او النهار، بالاضافة للستيدي مود اللي موجود في الجهاز اللي بيساعدك على انك تاخد صور بدون اهتزاز بشكل كويس. ولو اتكلمنا عن المستشعرات، فالجهاز بيدعم جيروسكوب، ماجنتيك فيلد، بروكسيميتي، شغله في الجوجل كويس قوي لو الناس اللي بتشتغل او بتحتاج خرائط او الشغل اللي بتاعهم بيحتاج الخرائط، هبقى الجهاز ده كويس جدا معاك. اولا مديك بطارية كويسة، شحنك سريع بدل ما انت حاطط الشحن على طول في الجهاز. اداء الجهاز هيكون معاك في تحديد المواقع كويس جدا، ريلمي ما عندهاش مشكله في الجزء ده. ونظام التشغيل هنا في الجهاز هو اندرويد 10 المبني على واجهه ريلمي يو اي، ودي واجهه هي الكالر او اس 7 بس اتعدلت او اتسمت باسم شركه ريلمي. المعالج هنا مش اول مره تشوفه، او مش معالج اول مره تشوفه في مصر. المعالج هنا هو هيليو جي 90 تي، وزي ما قلنا الجي هنا بتبقى خاصه بجزئيه الالعاب او الجرافيك. المعالج ده شفناه قبل كده وكان حصل عليه لغط، ولكن اثبت انه معالج كويس في النهايه ما فيهوش اي مشكله. والمعالج ده ثماني الانويه، عندنا اثنين منهم بتردد 2.05 و6 بتردد 2.0، ومعالج الرسوميات بتاع الجهاز هنا هو مالي جي 76. معالج اداؤه كويس ما فيهوش اي مشكله، اداؤه في الالعاب كويس جدا، معالج خاص بالجيم والجرافيك والجزء ده. كان في نقطه ناس كتير اتكلمت عليها وهي سخونيه الجهاز. الجهاز لما هتلعب عليه جيم ببجي قوي وهتقعد فتره مثلا بتاع نص ساعه بتلعب ببجي، حراره الجهاز هتوصل ل 36، وفعليا الجهاز ما بيسخنش في لعب الالعاب الثقيله، وهيشتغل معاك كويس، الحراره مش هتعلى. بصراحه المعالج ده كان برده اتقال عليه كلام كتير قوي ساعة ما نزل في موبايل تاني واتقال بيسخن وكل حاجة، ولكن المعالج اثبت كفاءته، ومعالج هنا محترم جدا ومعالج يعتمد عليه. وبس دي كانت كده بريف سريع عن استخدام ريلمي 6. وخليني اقول لك على حاجة برضو، انا في الاجهزة دي بالذات بقالي فترة على الموضوع ده بحاول ان انا ما اخدهاش على مساحة وقت قليلة. الاجهزة دي بتبقى عاوزة تتجرب فترة طويلة ونشوف نتيجة الاستخدام ايه ونقارنها باجهزة تانية، وده اللي هعمله في الفترة الجاية ان شاء الله، بس تباني عشان يوصلك ده. بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم، وارجوك تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبولي في الكومنتات هنا او في الفيسبوك او في الانستجرام اللي هتلاقي اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. واشوفكم في فيديوهات جاية، وكان معاكم محمد النواوي.